ربما رقم صادم أن 80% من هؤلاء المقاتلين الأجانب أتوا من خلال شبكة الأنترنت ومن خلال التجنيد الإلكتروني الذي يتم، وهذا أمر يفتح ملف واسع وكبير جدا كيف تستخدم هذه التكنولوجيا اليوم وكيف توظف في مجال الإرهاب ومجال التطرف. علينا أن ننتبه جيدا أن ظاهرة التطرف كما هي ظاهرة معقدة ومركبة وذات خلفيات سياسية واقتصادية ودينية وسياسية، كله يلعب دور فيه، لكنه لا يجب أن نفصل التطرف الذي يحدث في العالم الإسلامي عن حالة التطرف أخرى التي تحدث في العالم اليوم، وبالتحديد التطرف السياسي. صحيح. وما نلمسه مؤخرا في السنوات الأخيرة. صحيح. أصلا لا يوجد حدود يعني بالنهاية للإرهاب ولممارسات الجماعات الإرهابية.